بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بأبرز العناوين. الحوثي يهجر 130 ألف مواطن ومطالب لمؤتمر الحوار بحل قضيتهم. طبيب شرعي واحد ل 25 مليون مواطن يمني ودعوات لإقالة النائب العام. والحديدة تغرق في مياه المجاري وتحذيرات من تأخر المعالجات. أهلا بكم. طالب ممثلون عن نازحي صعدة أعضاء الحوار الوطني وبالأخص فريق الحقوق والحريات تبني قضاياهم والعمل من أجل إيقاف الانتهاكات التي تمارس ضدهم، وقالوا إن تلك الانتهاكات تشمل القتل والاعتقال، وإن الحوثيين تسببوا في نزوح أكثر من 130 ألف مواطن. وناشد النازحون فريق الحقوق والحريات النزول إلى مخيمات النازحين وإخراج المعتقلين لدى الحوثي وتعويض المواطنين الذين سلبت بيوتهم وتم السيطرة عليها. وكان فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني استمع إلى قضايا نازحي صعدة. وقال عبد الناصر العربي رئيس مجموعة الحقوق والحريات السياسية في الفريق: نحن وافقنا على الاستماع لمشاكل أي مواطن، واستمعنا للمهجرين من منازلهم في صعدة نتيجة الحروب الستة من جانب إنساني وأخلاقي، وسنقوم بتبني ومناقشة قضاياهم داخل الفريق بشكل عام وعلى مستوى مؤتمر الحوار. كما طالب عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة إعادة محافظة صعدة إلى كنف الدولة وحماية حقوق وحريات جميع أبناء المحافظة. ونطالب الدولة أن تعيد مؤسسة الدولة بكامل صلاحياتها إلى محافظة صعدة. لابد أن تعود صعدة إلى حضن الجمهورية اليمنية. صعدة محتلة من قبل ميليشيات وجماعات مسلحة تمارس العنف والإرهاب والطائفية في المحافظة. يوجد للدولة وحدات عسكرية في محافظة صعدة محاصرة وفي حكم الأسرى. نريد دولة في صعدة، نريد من مؤتمر الحوار الوطني أن يقف وقفة جادة وصادقة إلى جانب أبناء صعدة وحرس فيان والمناطق المجاورة لها بإيقاف العنف في صعدة. يوم أمس قتل في مدينة رجوزة الغشم وتصوب أبو حسين. نطلب إلى وقف ميليشيات الحوثية المسلحة وانتهاكات التي يمارسها في المساجد والمتاجر والطرقات والأسواق على مرأة ومسمع من الدولة. واقفين وقفة مع ما حدث من قضايا القتل، ثم ما يحدث في صعدة، ثم ما حدث بأعضاء الحوار في الطائرة الهليكوبتر التي كان يريد أن يسقطوها في رداع. صعدة مثلها مثل باقي المحافظات، إذا وجدت الدولة دولة النظام والقانون فأعتقد أن صعدة لا يمكن أن تخرج عن إطار الدولة. هناك نظام سابق ساعد القوى على خلق الفوضى في كل مكان. سنين وصعدة تحت الحصار، سنين وصعدة مضطهدة من أبناء من الحوثي. صعدة أصبحت إمارة حوثية بامتياز. الآن صعدة خارج نطاق الجمهورية اليمنية بما تعني هذه الكلمة. يعني بدلا من يكون في مؤتمر الحوار ومع مؤتمر الحوار الناس يستبشرون خير، إذا بالجرائم الحوثيين في صعدة تزداد كل يوم وصمت الدولة صمت رهيب. صارت صعدة دولة مستقلة يقيم فيها الحوثي أوامره وقواعده ونظامه وجنده وعسكره وأسلحته، يضرب من يشاء ويعتقل من يشاء ويدخل المساجد وقت ما يشاء، لا يحترم صلاة ولا يحترم عبادة. لماذا؟ أين الدولة؟ أين النظام؟ وندين كل من ارتكب جرما في صعدة، نحن ضد العصبية وضد الإجرام وضد التعذيب وضد الاختطاف. قام العقيد محمد غانم علي صغير مدير أمن مديرية مستبى بمحافظة حجة بطرد الجنود التابعين له في إدارة أمن المديرية وإطلاق الرصاص عليهم إثر مطالبتهم بصرف مستحقاتهم الغذائية. وقالت مصادر بأن نجل العقيد مارس ضد الجنود تلك التعسفات دون أي مساءلة من الجهات الرسمية والسلطة المحلية. وتشير بعض الأنباء بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مسلسل تسليم بعض المواقع الرسمية في المديرية للحوثيين
المسلمين. من جهتهم استنكر وجهاء ومشايخ مديرية مستبى ما تعرض له أفراد أمن المديرية من تعسفات وانتهاكات طالت حقوقهم، وطلبوا بسرعة صرفها، منددين في ذات الوقت من استمرار استقدام الجماعات المسلحة التابعة للحوثيين من محافظة صعدة إلى المديرية. وناشدوا رئيس الجمهورية وزير الدفاع ووزير الداخلية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه ما يحدث من مآس في مديرية مستبى وما يتعرض له أبناؤها من قمع وتهديد لمسلحي الحوثية. كما طالبوا بإخراج ميليشيات الحوثي من المديرية وبسط نفوذ الدولة واستتباب الأمن والاستقرار فيها. إلى ذلك، تقدمت رئيسة تحالف أبناء الجنوب في ساحة التغيير بصنعاء وعضو مؤتمر الحوار جهاد الجفري ببلاغ إلى النائب العام عن تعرضها لعديد من التهديدات من قبل أشخاص يتبعون جماعة الحوثية وأتباع النظام السابق. وقالت جهاد جفري إن التهديدات التي تلقتها على خلفية مواقفها الوطنية ومشاركتها في الثورة الشعبية وتأييد الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد، مضيفة أنها تلقت تهديدات مباشرة كان آخرها تهديد تلقته يوم الجمعة المنصرمة من قبل شخص ينتمي لجماعة الحوثية قائلا لها: أقوالك عنا زادت وستخسري خسارة لن تتعوض لو تقدمي كل ما تمتلكي، وأحسن لك تنسحبي وتتركي الكلام الفاضي. واعتبرت الجفري ما تتعرض له من تهديدات وحملة تحريض تندرج ضمن حملات الإرهاب الفكرية وتكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير في البلاد، لافتة إلى أن تهديدها يوم الجمعة ليس الأول من نوعه، بل يأتي بعد تهديدات ومضايقات مباشرة من قبل شخص مقرب من بقايا النظام السابق وتهديدات أخرى عبر الهاتف وكذا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إن شعب الجنوب بعد حرب صيف 94 كان ينطلق من المدن والقرى والوديان والشعاب ويتجه إلى عواصم المحافظات وخصوصا إلى عدن بدون دعوات للزحف وبدون دولارات وبدون ملايين باسم الباصات والشاحنات، لكن ومع الأسف أصبح اليوم هناك مقاولون باسم الزحف على حساب تضحيات الشباب الأبطال. وأشار في حوار مع صحيفة الثورة إلى أن من حق شعب الجنوب القيام بالمسيرات والمظاهرات السلمية بطول الجنوب وعرضه بعد كل صنوف القهر والإذلال التي عاناها ولا يزال حتى اليوم، ولكن ليس على أساس أجندات تأتيه من خارجه. يكتنف اختطاف 5 صحفيين بمأرب مصير مجهول، بينما تسري مخاوف في الوسط الصحفي من تعرضهم لأي أذى يعرض حياتهم للخطر بعد 5 أيام من اختطافهم في منطقة حباب بمأرب على أيدي مسلحين قبليين، حيث اقتاد مسلحون قبليون الصحفيين إلى مكان مجهول في منطقة صرواح، وذلك أثناء توجههم إلى محافظة المهرة في مهمة صحفية. إلى ذلك، دانت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح اختطاف الصحفيين في مأرب وطالبت بالتحرك الفوري لإفراج عنهم. واعتبرت الدائرة في بلاغ صحفي بأن هذه الأعمال تعتبر ممارسات محرمة شرعا وقانونا، مطالبة وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب بالتحرك الفوري والعاجل للإفراج عن الصحفيين المختطفين منذ 5 أيام. طالب الأطباء الشرعيون وأمين نقابة الأطباء اليمنيين الدكتور عبد القوي الشميري بتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الطب الشرعي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين اليوم في صنعاء، واستعرض المؤتمر المعاناة التي يمر بها الطب الشرعي في اليمن بسبب عدم توفير الإمكانات ومنها المشارح والمختبرات حيث لا وجود لها في اليمن. وأعرب أمين عام نقابة الأطباء عن استغرابه لعدم قيام النيابة العامة بتوفير الإمكانات لهذا المجال الحيوي في الوقت الذي تصرف فيه أموالا طائلة في جوانب كمالية. ودعا الدكتور عبد القوي الشميري إلى إقالة النائب العام
يشار أيضا إلى أنه لا يوجد في اليمن سوى 5 أطباء شرعيين، 4 منهم قدموا استقالتهم بعد رفض النائب العام توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية. أن تتوفر حياة كريمة للأطباء الشرعيين، وأيضا لا ننسى أن يرفع العدد إلى 25 طبيب شرعي، أن تحقق المطالب التي ذكرناها. 1. توفير مسلمة التشريح فورا بالحد المحترم الذي يحترم كرامة الإنسان. 2. توفير مشارح تحفظ كرامة الإنسان في 6 محافظات، ما أقولش في كل المحافظات. مطالبنا، هذا المطلب الأول، إقالة النائب العام تحقيقا لأمن اليمنيين. 2. والحقيقة نعم، هو ينبغي أن يحاكم على هذه الأفعال. حذر مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة من مغبة خروج شبكة المياه والصرف الصحي عن عملها جراء تهالك الشبكة، والتي لا تزال تنتظر وعودا حكومية بإصلاحها منذ 10 سنوات. الزميل عبد الحفيظ الحطامي زار أحياء المدينة وخرج بالتقرير التالي. تحذيرات من انهيار كامل لمياه الصرف الصحي بمحافظة الحديدة بعد تدفق مياه المجاري إلى الحارات والمنازل والشوارع الورش كما ترون. احنا منتهيين، دخلت في البيوت، دخلت في البقع، في الافرام، في الافرام حق الله، دخلت في المطاعم، دخلت في المحلات، في الصيدليات، في كل مكان، منتهيين احنا. الامراض والاوبئة والروائح الكريهة التي تنتقل عبر المجاري المتدفقة من جهات متعددة، منازل غارقة، وتلاميذ الابتدائية لا يقدرون على عبور بحيرات المجاري فقبعوا في منازلهم بانتظار الفرج. حمض الضرك انتشرت معنا هنا 3 انفار، يعني والله مصابين بحمض الضرك في نفس الحارة، يعني انتشرت بشكل فظيع. اصبحنا نشتي ايش يعني، حق علاج، حق كذا، يعني مأساة، اصبحت المنطقة مأساة هذه اللي هو شارع الترمي. مؤسسة المياه والمجاري التي فاقم إضراب عمالها من مأساة تحدق بسكان مدينة الحديدة. أما معدات المؤسسة فأشلاء سيارات منتهية الصلاحية، ولم تعد قادرة على الشفط ومواجهة الكارثة التي يحصد السكان نتائجها المؤلمة. لمدير المؤسسة المياه والصرف الصحي، إن المنازل تهجمت على البيوت والأطفال أمراض، وإحنا كلنا أمراض، كل الناس تشكي من الأمراض، من الأوبئة، من القمامة. يحذر المسؤولون في مؤسسة المياه والصرف الصحي أن شبكة مجاري الحديدة على وشك الخروج عن الجاهزية بانتظار 2.9 مليار ريال اعتمدتها حكومة الوفاق حين انعقدت في الحديدة لمواجهة الكارثة. عبد الحفيظ الحطامي، لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة. أقدم عدد من بلاطجة المخلوع ويرتدون زي الفرقة الأولى مدرع سابقا على نزع صور شهداء ثورة 11 فبراير السلمية من على جدران حديقة 21 مارس، وقاموا بتمزيق اللوحات الخاصة بالشهداء والحديقة، والتي رفعت بناء على قرار جمهوري صدر قبل أسابيع. كما قام البلاطجة بمهاجمة المصور الصحفي خالد الحداد القطوي وتكسير الكاميرا الخاصة به أثناء تغطيته عملية الاعتداء والتمزيق. قناة سهيل تدين ما تعرض له مصورها خالد، وتطالب الجهات المختصة بضبط الجناه المبينة صورهم في هذا الفيديو وإيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل بقايا النظام السابق. لا أظن أن هؤلاء الذين كانوا فوق طاقمهم من الفرقة، لأن الفرقة كنا يدا بيد في التغيير، كانوا معانا في الساحات، كانوا معانا من يعني أسقطوا النظام. أما هؤلاء اللي رأيتهم اليوم ما أظن منهم من الفرقة، لأنهم يعني قاموا مزقوا صور الشهداء، وكما يعني شاهدتم في المقطع، فنزلتهم صورتهم مباشرة، وأثناء تصويري وتركيزي على الموقف إذا بأراء وهم يصيحون ويهجون على الصور، قطعوا الصور، قطعوا هؤلاء، بدأوا بتقطيع
وفجأة يعني من كان يقودهم رآني وأنا أصور، فعلى طول انهال علي وأخذ الكاميرا وقال لهم أن يقتادوني على طقم. كانوا يستغلون طقما بلوحة نقل وليس طقم من أطقم الفرقة. اللهم الذين اعتدوا علي يلبسون زي الفرقة. أقام التجمع اليمني لإصلاح القطاع الرابع صباح اليوم ندوة سياسية واجتماعية في قصر الشباب بصنعاء حول القضية الجنوبية، أبعادها وفرص حلولها من خلال مخرجات الحوار الوطنية. تحدث في الورقة الأولى للندوة محسن بن شملان حول القضية الجنوبية وأبعادها وأهم الرؤى والمقترحات المطروحة لحلها، فيما تحدث الشيخ حمود هاشم الذارحي عن الفرص المتاحة أمام المتحاورين للخروج بحلول جذرية للقضية الجنوبية، مؤكدا أن التشخيص الدقيق سيساهم في إيجاد الحل. نفذ الموظفون الإداريون بجامعة صنعاء وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس هادي للمطالبة باستيعاب التعديلات الجديدة المقدمة من نقابة موظفي الجامعة ضمن التعديلات في قانون الجامعات، رافضين أي تعديلات تسعى لإقصاء الكادر الفني والإداري ومطالبين بالمساواة في الامتيازات واعتماد لائحة الحقوق والواجبات بناء على قرار رئيس الجمهورية الصادر في فبراير 2012. شدد محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد على سرعة إنجاز المشاريع التنموية في المحافظة لما لها من أهمية في خلق فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع. وأشار المحافظ رشيد خلال لقائه مقاولي المشاريع بحضور مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض العقربي إلى أنه تم القضاء نسبيا على مشكلة فوارق الأسعار المتعلقة بمواد البناء الخاصة بتلك المشاريع، ودعا إلى تكاتف جهود الجميع لتنفيذ تلك المشاريع وإيجاد حلول مناسبة لمختلف القضايا التي تعيق سير تنفيذها. وقد استمع محافظ عدن إلى المشاكل المالية التي يتعرض لها المقاولون في ارتفاع الأسعار، وخرج الاجتماع باقتراح يتعلق بتحول المخصصات المالية لتلك المشاريع إلى محافظة عدن ليتسنى متابعة تنفيذها على أكمل وجه. هذا وناقش اجتماع موسع بمحافظة عدن برئاسة المحافظ وحيد علي رشيد ضم مدراء المديريات ومكاتب الأشغال بالمديريات الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد الوطني 23 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وفي الاجتماع أكد المحافظ رشيد على أهمية تكاتف الجهود للعمل من أجل استقبال هذه المناسبة العظيمة على قلوب كل اليمنيين، وقد أنجزت كافة الجهات مهامها ومسؤوليتها من حيث نظافة الأسواق العامة وإزالة مخلفات البناء والحد من البناء العشوائية. ودعا محافظ عدن مدراء المديريات إلى التواصل مع المواطنين وحثهم على التعاون من أجل استتباب الأمن والسكينة العامة في مديرياتهم، مشيرا إلى أن قيادة المحافظة ستعمل على تقديم كافة سبل الدعم لتذليل الصعاب أمام أعمالهم في سبيل إنجاح هذه الاحتفالات. دشن محافظ لحج أحمد عبد الله المجيدي اليوم احتفالات المحافظة بالعيد الوطني 23 للجمهورية اليمنية 22 من مايو بحفل خطابي وعرض عسكري بمعسكر عباس التابع لقوات الأمن الخاصة. وفي الحفل ألقى المحافظ كلمة أكد فيها أن الوحدة الوطنية كانت ولا زالت هدفا أسمى لأبناء الوطن اليمني بالرغم من بعض الممارسات التي شوهت وأعاقت مسار تطورها. وكان مدير عام أمن المحافظة العميد الركن عبد الحكيم شائف قد ألقى كلمة أكد فيها أن رجال الأمن في المحافظة يبذلون أقصى الجهود لتنفيذ المهام الموكلة لهم في الحفاظ على أمن المحافظة ومنجزات الجمهورية اليمنية. وشهد الحفل عرضا عسكريا لوحدات رمزية من الأمن العام والأمن الخاص والنجدة وشرطة السير.
ناقش الملتقى الموسع للقطاع النسوي بمديريات قطاع ردة عددا من قضايا من القضايا والرؤى حول قضيتي هوية الدولة ونظام الحكم المطروحة في طاولة الحوار الوطني الشامل. المشاركات أكدنا على أهمية المشاركة المجتمعية في عرض ونقل الرؤى والمقترحات حول نظام الحكم في المرحلة القادمة لليمن وهوية الدولة اليمنية الحديثة، وكذلك شكل الدولة وعدد من القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن الجديد وضرورة استفادة المتحاورين من كافة الرؤى المطروحة من مختلف الشرائح والأفراد غير المشاركين في أعمار المؤتمر. عثر في منطقة دمنة خدير على جثة متعفنة مجهولة الهوية ونهشتها الكلاب ومضى عليها مدة طويلة. مصدر أمني بالمحافظة قال إنه تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى الجمهوري بتعز، إلا أن إدارة المستشفى رفضت قبول الجثة لشدة التعفن، وما زاد من استياء رجال الشرطة. تعرضت أحد المولدات الكهربائية المغذية لمدينة المحويت بالمغربة لاعتداء تخريبي آثم، وذلك بطلق 11 طلقة نارية مساء أمس. الحادثة لاقت استياء واسعا لدى المواطنين كونها ظاهرة جديدة تسعى إلى نشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة. مدير فرع المنطقة محمد العلفي وفي تصريحه لقناة سهيل دان الحادث الإجرامي الذي تتعرض له الكهرباء من عملية تخريب يحرم منها عدد من المواطنين ضحية الاعتداء على المصالح العامة، داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها وأخذ التحريات في ذلك. من جهته ناشد المواطنون الجهات المختصة إلى سرعة فضح الجناة وضبطهم حتى ينالوا جزاءهم الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدين أن أبناء المحافظة يرفضون مثل هذه الأعمال التي تصنع الفوضى وأنه لا مكان لها في المحافظة. في عرس هو السابع على مستوى اليمن يقام بلاقات، ودع الزميل مصطفى القرعية فني الجرافيكس المتميز في قناة سهيل، ودع حياة العزوبية مستقبلا حياة جديدة مليئة بالفرحة والدفء والمودة والآفاق ذات الأحلام الرحبة والوردية معا، حيث احتفل الوساطة الإعلامية اليوم وطاقم قناة سهيل بزفاف الزميل الشاب مصطفى وسط حضور حاشد من مختلف التكوينات والأطياف الاجتماعية والثورية. إذن مشاهدينا في نهاية هذه النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. الحوثي يهجر 130 ألف مواطن ومطالب لمؤتمر الحوار بحل قضيتهم. طبيب شرعي واحد 25 مليون مواطن يمني ودعوات لإقالة النائب العام. إقالة النائب العام. الحديدة تغرق في مياه المجاري وتحذيرات من تأخر المعالجات. مشاهدي الآن سنبقى مع النشرة الجوية في الختام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.